ابتدى التسجيل اهو. هنتكلم النهاردة على جهاز مهم جدا للناس اللي هتشتغل في الاتصالات، اسمه السبيكترم انلايزر. هو مش بس الاتصالات، يعني الالكترونيكس برضو مهم بالنسبة لهم السبيكترم انلايزر، بس الاتصالات اهم. السبيكترم انلايزر ده جهاز بيرسم السبيكترم بتاع السيجنال. يعني ايه السبيكترم بتاع السيجنال؟ يعني الفريكوانسي دومين بتاع السيجنال. يعني ايه برضو الفريكوانسي دومين بتاع السيجنال؟ يعني الامبليتيود فيرسس الفريكوانسي. اي سيجنال بتتغير مع التايم نقدر نحللها ليه مجموعة من الساين ويفز بأمبليتيود وفيزز مختلفة. خدنا الكلام ده أكيد في الـ DSP، والـ أكيد خدنا الفورير ترانسفورم. فده أهم إيه تطبيق للفورير ترانسفورم، إن أي سيجنال مهما كان شكلها كومبلكس نقدر إن إحنا هي فعليا متكونه من مجموعه من ساين ويفز بامبليتيودز فريكوانسيز وفيزز مختلف. احيانا بيبقى مفيد ان بدل ما ارسم الامبليتيود مع التايم واشوف شكل السيجنال بتتغير ازاي مع الزمن، ان ارسم الامبليتيود مع الفريكوانسي واشوف السيجنال بتاعتي متكونه من كومبوننتس شكلها ايه في الفريكوانسي. لو رسمت السيجنال مع التايم ده بيبقى اسمه ويف فورم. لو رسمت السيجنال الامبليتيود مع الفريكوانسي بيبقى اسمه سبيكترم. يعني لو قلت لك ارسم سبيكترم بتاع سيجنال انا مش محتاج اقول لك فريكوانسي دومين ولا تايم دومين، هي واضح سبيكترم يعني فريكوانسي دومين يعني مع الفريكوانسي. لو قلت لك ارسم ويف فورم يبقى على طول ده انا بتكلم على تايم دومين، انك ترسم الامبليتيود مع التايم. تعال شوف المثال الظريف ده، السكوير ويف عبارة عن مجموعة من الساين ويفز. أول واحدة بفريكوانسي اف نود، تاني واحدة بفريكوانسي 3 اف نود والأمبليتود بتاعها قل التلت، تالت واحدة بفريكوانسي 5 اف نود والأمبليتود بقى خمس، 7 اف نود والأمبليتود بقى سبع، وهكذا. يتجمعوا مع بعض يعملوا لك سكوير ويف. لو رسمتها مع تايم تشوفها سكوير ويف، ما تقدرش تشوف الكومبوننتس اللي مكونه السكوير ويف دي، بس انت شايف شكلها بيتغير ازاي مع الزمن. لو رسمتها مع الفريكوانسي تقدر تشوف الكومبوننتس المختلفه اللي مكونه السكوير ويف، بس ما تقدرش تشوف شكلها بيتغير ازاي مع التايم. فده له ميزه ان انا اشوفه، وده له ميزه ان انا اشوفه. زي ما قلنا جهاز السبيكترم انلايزر ده بيرسم السبيكترم بتاع السيجنال. طيب مفيد في ايه ان انا اشوف السبيكترم؟ لو انا عايز اعرف الفريكوانسي بشكل اوضح، انا طبعا ممكن اقيس الفريكوانسي في التايم ان انا اشوف السيجنال هتتكرر بعد زمن قد ايه، وأقيس التايم واحد على التايم دوت، أقيس البيريود واحد على البيريود ده يديني فريكونسي. السبيكترم أنلايزر ممكن يديني فريكونسي على طول. أوكي؟ يديني باندويتس، الباندويتس ده مش هعرف أشوفه خالص
من على الأوسيلوسكوب محتاج سبيكترم أنلايزر. الهارمونيكس، هارمونيكس يعني متكونة من إيه؟ الكومبوننتس المختلفة اللي مكونين للسيجنال. سبوريوس كونتنت يعني ال components frequency components غير مرغوب فيها، بتطلع تختفي في السيجنال مش من السيجنال الأساسية. الانترفيرنس لو سيجنال في frequency band تانية بره desired frequency زي مثلا انت عندك الساين بتاعت الكهرباء اللي هي 50 هرتز بس نتيجة انك مشغل جهاز معين فيه انترفيرنس داخل، انت هتشوف لو رسمتها على الاوسيلوسكوب هتشوف الساين شكلها ملخبط شوية، بس ان انت تتعرف ايه هو الانترفيرنس مش هتقدر تعمله غير بالسبيكترم انالايزر، انك تقدر تشوف بقى الكومبوننتس الجديدة اللي موجودة غير الكومبوننت بتاع الديزايرد سيجنال اللي انت بتدرسه. سبيكترم انالايزر ممكن كمان يقيس لك الباور ويقيس لك النويز الموجودة وتفهم منه طبيعة الموديليشن اللي معمول، الـ AM والـ FM، ما احنا طبعا عارفين شكله في تايم دومين بس يبان احسن في الفريكوانسي دومين، عشان كده السبيكترم انالايزر مفيد. بالاضافه الى كده بيقيس لك كمان الديستورشن، تقدر عن طريقه تقيس الديستورشن. يعني ايه ديستورشن؟ يعني السيجنال الفريكوانسي كومبوننتس المختلفه فيها الامبليتيود بتاعها باظ قد ايه، بمعنى يعني ان الساين مثلا السكوير ويف في المثال اللي شفناه الكومبوننتس ليها امبليتيودز معينه، لو السكوير ويف دي باظت شويه هتلاقي الامبليتيودز دي اختلت، ممكن عند نفس الفريكوانسيز بس الامبليتيودز اختلت، وبالتالي انت عن طريق السبيكترم انلايزر تقدر تقيس الديستورشن انهي كومبوننت زاد وانهي كومبوننت قل. السبيكترم انلايزر كمان مش بس ان انا اتفرج على السيجنال في الفريكوانسي دومين، لا ده له استخدامات مفيدة في تطبيقات يعني مختلفة في الاتصالات زي ما قلنا بشكل عام، في الانتنز ان انا اقدر اقيس الانتنز واشوف الدايركتيفيتي بتاعتها برضه بتستخدم فيها السبيكترم انالايزر، الالكترومغنيتيك انترفيرنس بتقاس برضه بالسبيكترم انالايزر، له تطبيقات في الاوديو سيستم نقاء الصوت وبيستخدموا السبيكترم انالايزر، بالاضافه الى تطبيقات كتيره في الاستشعار سبيكترم مونيتورنج وفي الحرب الالكترونيه وفي الرادار. مهم نعرف يعني ان خصوصا بقى في الناس بالنسبه للكوميونيكيشن ان اي سيجنال بيبقى لها ثلاث جوانب، امبليتيود ممكن بيتغير، تايم الامبليتيود بيتغير مع التايم، والامبليتيود بيتغير مع الفريكوانسي، والفريكوانسي ممكن تتغير مع التايم. هما في الحقيقة ثلاثة أكسيز، الامبليتيود والفريكوانسي والتايم. الأوسيلوسكوب بيبين لي الامبليتيود مع التايم، ما بيبين ليش الفريكوانسي كومبوننت شكلها ايه. سبيكترم انلايزر
هيبين لي الامبليتيود مع الفريكوانسي، انما مش هيبين لي تغيرهم مع التايم بصورة واضحة. في حاجة اعلى شوية من البلوتس بتاعت السبيكترم انالايزرز العادية، السبيكترم انالايزرز الحديثة تقدر تعملها، اسمها سبيكتروجرام. السبيكتروجرام بيرسم لك السبيكترم وبيتغير ازاي مع التايم. لو انا مش مهتم بالامبليتيود وبقيس الفريكوانسي مع التايم هتتغير ازاي مع التايم، ده اسمه موديليشن انالايزر. هنتفرج على الجهاز ده على اساس انه فيري سبيشال، ويعني ما بيستخدمش غير يعني استخدامات محدوده بالنسبه للكوميونيكيشن، عشان نتفرج على طبيعه الموديليشن. وحاليا السبيكترم انالايزر بيقوم نفس الدور، فالجهاز ده بقى الى حد كبير ملوش لازمه. بس كان زمان لو انا عايز اتفرج بس الفريكوانسي هتتغير ازاي مع التايم، في اسمه الموديليشن انالايزر. المثال دوت بيبين لك ان سبيكترم انالايزر مفيد ان انا اتفرج على كومبلكس سيجنال. شايفين الخط اللي هو طالع وبعدين نازل وبعدين طالع وبعدين نازل وبعدين طالع وبعدين نازل وبيتكرر. دي شكلها كومبلكس شويه، انت ما تقدرش تعرف الكومبوننتس اللي فيها ايه، انما لو رسمتها مع الفريكوانسي هتلاقي ان عندك كومبوننت بفريكوانسي اف 1، كومبوننت فريكوانسي اف 2، كومبوننت فريكوانسي اف 3. هم الثلاثه دول اللي عملوا الشكل الجديد ده. وتقدر تشوف الامبليتيود بتاع كل واحد وتشوف الفيز بتاع كل واحد وتحسب الباور بتاع كل كومبوننت مكون للسيجنال. كده فهمنا يعني ايه سبيكترم انالايزر وفايدته ايه. حد عنده سؤال لحد هنا؟ دكتور انا عندي سؤال. اتفضل. هو السبيكتروجرام ايه الفرق بينه وبين الموديوليشن انالايزر؟ السبيكتروجرام بيرسم لك الامبليتيود، برضو بيبقى موجود. يعني السبيكتروجرام بيرسم لك الامبليتيود مع الفريكوانسي مع التايم. طب ازاي الرسمه بتبقى، يعني عشان اشوفها محتاج 3D زي الرسمه دي مثلا. الرسمه دي مبينه لي ايه، الامبليتيود مع الفريكوانسي على الاكسس ده مع التايم على الاكسس ده. طب هو السبيكترم انالايزر مش هيرسم لي 3D، انما هو هيرسم ايه، هيرسم كولر ماب. الامبليتيود بيبقى اللون، والواي اكسس بيبقى الفريكوانسي، والاكس اكسس بيبقى التايم. ده مختلف عن الموديليشن انالايزر. تمام، شكرا. العفو. طيب في طريقتين عشان اعمل سبيكترم انالايزر. اول طريقه وهي البديهيه ان انا اعمل فورير ترانسفورم، اخد السيجنال اعمل لها فورير ترانسفورم، و هيبقى عندي كل كومبوننت الفريكوانسي بتاعته ايه والامبليتيود بتاعته ايه والفيز بتاعته ايه، وارسم الامبليتيود مع الفريكوانسي. طيب الطريقة دي ما كانتش سهلة زمان، دلوقتي بقى في بروسيسنج باور عالية وبروسيسورز وانلوكت ديجيتال كونفرترز سريعة
والريزوليوشن بتاعها حلو جدا، بحيث ان ايه اقدر ان انا اخد السيجنال واحولها للديجيتال دومين واحسب الفورير ترانسفورم. في بالنسبه للفورير ترانسفورم في الديجيتال دومين بنسميه فاست فورير ترانسفورم، ده التكنيك بتاع الحسابات احسن اسرع شويه اسمه فاست فورير ترانسفورم. واقدر ارسم الامبليتيود مع الفريكوانسي، وكمان اقدر ارسم الفيز مع الفريكوانسي. بس زمان ما كانش فيه الامكانيات دي، ففكروا في طريقه ظريفه جدا اسمه السويب سبيكترم انالايزر او السوبر هيترودين سبيكترم انالايزر. كلمة سوبر هيترودين دي جاية من الريسيفر، لو اكيد خدناها في الالكترونيكس ولا في الانالوج سيركتس، الميكسينج، ان انا اقدر ازاي اعمل اف ام، اعمل ريسيفر بشكل عام، اني او هوات الراديو بقى يعني هيبقوا عارفين الكلام ده، ان الريسيفر سواء بتاع الاذاعه مثلا ولا التلفزيون ولا اي ريسيفر بياخد الفريكوانسي اللي عند الانتنه اللي جاي من الانتنه، ينزلها من الار اف يوصلها للبيس باند عشان يعمل عليها بروسيسنج. طيب ازاي ينزل الفريكوانسي؟ يعني احنا بيبقى عندي اوديو سيجنال، اوديو سيجنال دي مش هبعتها في الهواء، انا لازم احطها على كارير، كارير ده الفريكوانسي بتاعته عاليه، هو اللي ايه يروح على الانتنة ويطلع الموجات بتاعته من الانتنة تنتشر والريسيفر يستقبلها. فبالتالي الريسيفر هيستقبل السيجنال متحمله على الكارير. طيب هو لازم يشيل الكارير ده ويسترجع السيجنال، هيشيل الكارير ازاي؟ عن طريق انه هيميكس اللي هو بيستقبله مع الكارير تاني، فينقل الفريكوانسي بتاعة الحاجة اللي هو بيستقبلها بالفريكوانسي بتاعة الكارير، يرجعها بالماينس، يرجعها للبيس باند. الميكسينج بيحرك السيجنال في الفريكوانسي، الميكسينج بيحرك السيجنال في الفريكوانسي. يا جماعه الناس تعمل موت، في الحقيقه ما بنعرفش ننزل على طول من ما بيبقاش سهل ان انا انزل على طول من ال RF للبيس باند. فكانوا بيعملوا الميكسينج ده على مرتين، مره يميكس مع فريكوانسي معينه فينزل الفريكوانسي بتاع اللي بيستقبلها شويه، تبقى حاجه اسمها انترميديت فريكوانسي اللي اسمها IF، وبعدين ياخد ال IF ده يعمل له ميكسينج تاني ينزلوا للبيس باند. فالموضوع ده، موضوع الميكسينج ده في الريسيفرز مسمينه هيترودين. سوبر جت ان انا ما بتكلمش على اوديو فريكوانسي، بتكلم على فريكوانسيز راديو فريكوانسي، عشان كده سموها سوبر اوديو، يعني اعلى من الاوديو فريكوانسي. بس فهي تسمية قديمة قوي، سوبر هيترودين ده من أول ما اخترعوا إيه الراديو كوميونيكيشن. بس هي معناها في الآخر إن أنا بعمل ميكسينج عشان أحرك السيجنال في الفريكوينسي.
طب كلمة سويب جت منين؟ اسم سويب جاي منين؟ هنقول كمان شوية، أول ما نفهم الفكرة هنفهم، هنعرف كلمة سويب دي جت منين. الفكرة بمنتهى البساطة كده، تعال أنت فكر، أنا مش عارف أعمل فورير ترانسفورم وعندي سيجنال، عايز أرسم الأمبليتيود مع الفريكونسي، يعني كل نقطة في الفريكونسي أحسب لها الإيه؟ الأمبليتيود بتاعها. هعمل إيه؟ ماشي؟ حد يعرف يقول؟ فكر عادي خالص كده، وان غير ما ايه تشوف الدايجرام دوت، ولا كأنك لو انت مش عارف الجهاز ده بيشتغل ازاي. انا دلوقتي عندي السيجنال ومعرفش اعمل فورير ترانسفورم، عايز اعرف الامبليتيود كام مع الفريكوانسي، اعمل ايه؟ منتهى البساطة، حد عارف يجاوب؟ ممكن اعمل فلتر لكل فريكوانسي واشوف الامبليتيود بتاعها. شاطر، اسمك ايه؟ احمد يسري. احمد ايه يسري؟ يسري. احمد يسري زميلنا بيقول ايه؟ طب ما انا اعمل فلتر عند كل فريكوانسي، هيعدي لي الفريكوانسي كومبوننت ده، اقيس الامبليتيود بتاعه، صح؟ مكلفه جدا بس فكره. يبقى ابسط فكره عندي ان انا اجي اقسم الفريكوانسي بتاعتي خانات صغيره، كل خانه احط فيها فلتر، الفلتر دوت هيفصل لي الفريكوانسي كومبوننت ده، اقيس الامبليتيود بتاعه وارسم النقطه، وبعدين اوصل النقط دي يرسم لي ايه الايه الفريكوانسي سبيكتر بتاع السيجنال. طيب هي فكره صحيح شغاله، بس زي ما قلنا مكلفه، ان انا اعمل فلترز كتيره جدا تغطي كل الباندويتس اللي انا عايز ارسمه. فالناس فكرت في تحوير ظريف قوي، قال لك انا هثبت فلتر واحد بس اللي هو ده اي اف فلتر، وهحرك السيجنال بتاعتي بحيث اعدي كل كومبوننت على الفلتر. لو عندي امكانيه ان انا احرك السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي دومين، يبقى ينفع فلتر واحد بس وحرك السيجنال بتاعتي بحيث اقل فريكوانسي تيجي في الفلتر، وبعدين احركها بحيث الفريكوانسي اللي بعدها تيجي في الفلتر، وبعدين احركها بحيث الفريكوانسي اللي اعلى منها تيجي في الفلتر، وهكذا اقعد احركها نقطه نقطه حته حته لحد ايه معدي كل الكومبوننتس في الفلتر، وكل مره اقيس الامبليتيود واسجله، وبعد كده ارسم كل امبليتيود قصاد الايه الفريكوانسي كومبوننت اللي كان معدي في الفلتر. يبقى انا كده وفرت الفلترز الكتيره، مثلا هعمل مثلا 10,000 فلتر، هو فلتر واحد بس. محتاج انا اعمل ايه؟ احرك الفريكوينت، احرك السيجنال في الفريكوينسي. قالك طيب ما الميكسينج هو اللي بيحرك السيجنال في الفريكوينسي. ايه هو الميكسر؟ الميكسر ده عبارة عن كومبوننت، دايرة بتعمل ايه؟ لو دخلت لها تو انبوتس تطلع لك اوتبوت فيه
التو انبوتس زائد اوتبوت او سيجنال عند المجموع الفريكوانسيز زائد سيجنال تانية عند حصل الطرح بين الفريكوانسيز. تاني الميكسر ده بيعمل ايه؟ بيخش له تو سيجنالز، واحده بفريكوانسي اف 1 والتانية بفريكوانسي اف 2، يعديهم خفيف في الاوتبوت، بس الاوتبوت بيبقى اساسي في كومبوننت عند اف 1 بلس اف 2 وكومبوننت اساسي تاني عند اف 1 ماينس اف 2. اي فيهم بقى الكبير يبقى الكبير ناقص الصغير، يبقى الميكسر بيطلع لي كومبوننت الاوتبوت بتاعه بيبقى شكله ملخبط، بس هو متكون من ايه؟ من كذا فريكوانسي كومبوننت، اهمهم او ايديالي هو ايه؟ فريكوانسي كومبوننت عند مجموع الفريكوانسيز وفريكوانسي كومبوننت عند الفرق بين الفريكوانسيز، ده وظيفه الميكسر. فيبقى هنا السيجنال بتاعتي لو انا ناخد مثال بالارقام، لو انا السيجنال بتاعتي عند 1 جيجا وعملت ميكسينج ب 1 جيجا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كومبوننت عند 2 جيجا وهيطلع لي كومبوننت عند صفر. يبقى انا حركت السيجنال بتاعتي وديتها في مكانين، مكان عند 2 جيجا ومكان عند صفر. عادة بنقي اقدر انقي المجموع ولا الفرق؟ معظم الريسيفرز بتشتغل على الفرق، احنا هنا برضو هنشتغل على الفرق، فيبقى هاخد اللي عند الصفر. يبقى كده كأني لما عملت ميكسنج ب 1 جيجا والسيجنال 1 جيجا ان حركتها نزلتها بقت عند صفر. خد اي رقم تاني، انا عند 10 ميجا وهعمل ميكسنج ب 9 ميجا، الفرق كام؟ 1 ميجا. يبقى كأني حركت السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي من 10 ميجا نزلتها لواحد ميجا. فأنا بقى ألعب براحتي وأنقي الكومبوننت اللي أنا عايز أحركه، أحرك السيجنال بحالها بحيث إن الكومبوننت اللي أنا عايزه يتقاس يبقى هو اللي الفلتر ده يعديه وأقيس الأمبليتيود. ظريفة الفكرة؟ حد عنده سؤال في الفكرة؟ طيب نقولها تاني بصورة ايه منظمة. يبقى الفكرة ان انا هعمل ميكسينج مع فريكوانسي بتحكم فيها عشان اقلل الانبوت فريكوانسي للديزايرد رينج بتاع فيري نارو فلتر تو ديتكت الامبليتيود بتاع فريكوانسي كومبوننت ده، وارسم الامبليتيود ده فيرسس الفريكوانسي اللي انا بحرك بيها. تعال نشوف حتة حتة في الدايرة هتعمل ايه. في جزء موجود قبل الميكسر، ايه لازمته ده؟ ده input conditioning، بوضب شكل الانبوت قبل ما ادخله على الميكسر. ليه؟ الميكسر له اشتراطات، اولا الامبليتيود
لازم يبقى قليل، ثانيا ما فيهوش دي سي، ثالثا يفضل انه يبقى رينج محدود عشان خاطر لما اعمل ميكسينج ما لاقيش عندي كومبوننتس كتيره قوي. فهنا حطينا RF attenuator، الاتينويتور ده بيضمن ان الانبوت اللي داخل يبقى الامبليتيود بتاعه قليل، بحيث او يعني في الاوبتيمم ليفل، بحيث ان لو الامبليتيود عالي ممكن يبوظ لي الميكسر، حتى لو ما بوظوش هيخلي البرفورمانس بتاعه وحش نتيجه ان ممكن يحصل اوفرلود او جين كومبريشن او ديستورشن. مش عارف المفاهيم دي عندنا ولا لا، بس يعني ايه الاوفرلود؟ ان انت تخرج بره الرينج بتاع الاوتبوت بتاعك يبقى كبير، بحيث انه يبقى بره الرينج الاوتبوت اللي يقدر الميكسر يطلعه، فالسيجنال تبوظ. الجين كومبريشن بنتكلم ان اي امبليفاير او اي سيركت عموما ليها جين، الجين له لينياريتي، الجين لازم المفروض يبقى ثابت ما يعتمدش على الامبليتيود، بس فعليا الجين بيعتمد على الامبليتيود، وكل ما الامبليتيود يعلى كل ما الجين يبتدي يقل تدريجيا. فالقللان اللي للجين دوت لما الامبليتيود يعلى اسمه جين كومبريشن، ده يعني ايه بالتقريب بقى عشان ما نخشش في ديتيلز كتيره للتعريف الجين كومبريشن. الديستورشن ان كومبوننتس الامبليتيود بتاعها هيتغير وكومبوننتس لا، فالسيجنال شكلها يبوظ. فلو ضمنت ان الامبليتيود بتاعي قليل الميكسر هيشتغل في الرينج اللي اللينياريتي فيه بتاعته عاليه، وبالتالي ما يحصلش لا جين كومبريشن ولا ديستورشن. بالاضافه الى كده لو الانبوت كبير الميكسر بيحصل بيبقى في حاجه اسمها فيد ثرو، الانبوت بيخرج جزء منه بسيط في الاوتبوت عند نفس الفريكوانسي بتاعت الانبوت. هو المفروض الميكسر بيطلع اف1 بلس اف2 واف1 ماينس اف2، بس بيبقى في كومبوننت صغير اف1 وفي كومبوننت صغير اف2. فلو انا الاف1 الامبليتيود بتاعها كبير واف2 الامبليتيود بتاعها كبير هلاقيهم يطلعوا في الاوتبوت بامبليتيود يعني مش مهمل، انما لو صغرت الانبوت اف1 عند اف1 وعند اف2 هلاقي الكومبوننتس اللي تطلع في الاوتبوت اللي اسمها الفيد ثرو قليله جدا وممكن اهملها. فدي ميزه ان انا ايه ادخل امبليتيود قليل للميكسر، فاللي يحكم لي الار اف اتينويتور ده وظيفته ان هو يظبط الامبليتيود بتاع الانبوت. طيب لازم بيبقى فيه دي سي بلوكينج كاباستور عشان الدي سي ما يخشش على الميكسر، والا الميكسر مش هيشتغل لو دخل له دي سي. ففي بلوكينج كاباستور بيبقى موجود في الار اف اتينويتور، وعشان كده مفيش اي سبيكترم انلايزر ممكن يرسم لك امبليتيود عند الدي سي. هتلاقي اي سبيكترم انلايزر هتروح تبص على الداتا شيت بتاعته عمره ما يبدا من زيرو، لازم very few كيلو هرتز، ده لو احسن حاجه ما كانش ميجا هرتز.
بعد كده في لو باس فلتر وده اوبشنال. اللو باس فلتر ده الهدف منه انه يحكم لي السيجنال اللي داخله في باند معينه، عشان لو عندي انترفيرنس اوت اوف باند ابقى ما دخلتش وتعمل لها ميكسنج والاقي عندي كومبوننتس كتيره في الاوتبوت بتاع الميكسر. يبقى انا لو انا شغال في باند معينه اعمل فلتر على قد الباند دي عشان الانترفيرنس السيجنالز اللي بره الباند دي، سواء جايه من انترفيرنس، جايه من نويز، جايه من اي مصدر غير الانبوت سيجنال بتاعتي، يبقى شلتها. في المايكرويف سبيكترم انلايزر الباندويتس بيبقى كبير، وبالتالي بيبقى برضو ظريف ان انا بيبقى هذه الحالة بقى مش لو باس فلتر، بيبقى باند باس فلتر بيسلكت باند معينة في المايكرويف رينج عشان خاطر هي بس الايه الباند دي اللي تخش على الميكسر، عشان ما اشوفش اوتبوت كومبوننتس كتيرة طلع. طيب حد عنده سؤال في الكونديشننج؟ الانبوت بنعمل له ايه قبل ما ندخله على الميكسر؟ طيب جميل، تعال نشوف بقى الميكسينج، ودي اهم جزء في الجهاز بتاعنا السبيكترم انلايزر. انا دلوقتي عايز احرك السيجنال بتاعتي في التايم في الفريكوانسي دومين بحيث كل كومبوننت يعدي على الاي اف فلتر وقيسه. فبقى كأني جايب ايه خط كده مسطرة وبمشي كده في الفريكوانسي، وباجي عند كل فريكوانسي كومبوننت قايسها. بس الفكرة بدل ما احرك المسطرة، بدل ما تيون الفلتر، لا المسطرة اللي ثابتة وبحرك الورق، بحرك السيجنال. طيب يبقى بديهي ان انا هحرك السيجنال من في الفريكوانسي منين لفين؟ من اول الرينج لاخر الرينج، صح؟ انا برسم في رينج معين، يبقى هحرك السيجنال بتاعتي في الفريكوانسي من اول الرينج لاخر الرينج لازم يعدي على الاي اف فلتر خطوه 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 خطوه. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل سويب، عشان كده اسم سويب سبيكترم انالايزر. هعمل سويب للفريكوانسيز اللي هعمل بيها ميكسينج، بحيث مره اعمل بفريكوانسي تخلي لي اول نقطه هي اللي عند الاي اف فلتر، غير الفريكوانسي خطوه يبقى تاني نقطه هي اللي عند الاي اف فلتر، غير الفريكوانسي خطوه كمان، غير الفريكوانسي خطوه كمان، غير الفريكوانسي لحد ما اوصل لاخر الرينج. هي عبارة عن ايه؟ سوتوث كده، كل ما اغيرها اغير الفريكوانسي. عشان اغير الفريكوانسي محتاج جهاز اسمه ايه؟ VCO Voltage Controlled Oscillator. ادخل عليه الفولت اللي بيتغير ده، السوتوث دي، يطلع لي فريكوانسي بتتغير بروبورشنالي. اوكي، يبقى انا عشان اعمل سويب واتفرج على الفريكوانسي كومبوننتس المختلفه غير الميكسر، انا محتاج سيجنال تانية اعمل بيها، ادخلها تعمل لها ميكسنج مع الانبوت. السيجنال دي بجيبها منين؟ من في سي او، هو ده اللي هو مكتوب في الفيجر لوكال اوسليتور، هو ده الفي سي او. لوكال اوسليتور عباره عن في سي او،
بياخد فولتج يتحكم في الفريكوانسي. الفولتج ده بخليه بشكل سوتوس بحيث انه ايه كل شويه بيزيد تدريجيا تدريجيا تدريجيا، فالفريكوانسي يزيد تدريجيا 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 خطوه خطوه لحد ما اوصل لاخر الرينج واخد الرينج بقى من الاول وارجع تاني. طيب الفي سي او عباره عن بي ال ال برضو، والبي ال ال محتاج ريفرنس زي كريستال، فبرضه لازم يبقى عندي ريفرنس اوسليتور ويبقى كريستال، ويا ريت الاكيورسي بتاعته تبقى عاليه سواء بقى روم تمبريتشر كريستال او اعلى من كده اللي هو تي سي اكس او 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 سي اكس او. طيب عايزين نوجد ايه العلاقة بين الانبوت سيجنال بتاعتي الرينج بتاع الفريكوينسي بتاعتها، وانا اظبط الفي سي او انه يسويب من كام لكام، والاي اف يبقى كام، في علاقة بينهم؟ طبعا احنا بنقول هيحصل ميكسينج بين الانبوت والفي سي او او اللي هو اللوكال اوسيليتور، والفرق هو اللي هيعدي وعايز اقيسه، فلازم يبقى عند الفريكوانسي بتاعة الاي اف فلتر، السنتر فريكوانسي بتاعة الاي اف فلتر. يبقى اف لوكال اوسيليتور ناقص اف انبوت لازم تبقى ايكوال اف اي اف. واحد يقول لي طب ما قلتش ليه اف انبوت ناقص اف لوكال اوسيليتور يديني اف اي اف، اقول له ينفع، الفرق هو اللي ايه يساوي اف اي اف. مين فيهم الاكبر، الانبوت ولا اللوكال اوسيليتور؟ هو ده اللي ايه يخلينا نقول مين ناقص مين. اتفقوا ان عشان الانبوت سيجنال دايما بتبقى من زيرو ليه، او عايزين نقيس من قرب الزيرو لحد بند معينه، ان نخلي اللوكال اوسيليتور هو اكبر من الانبوت سيجنال لانه مش هينفع يبقى اقل، او هي الكومبوننت اللي قرب الزيرو ده هبقى اقل منه، ابقى فين؟ هيبقى الاوسيليتور بتاعي بطيء، عشان كده اللوكال اوسيليتور بيبقى اكبر، الفريكوانسي بتاعته تبقى اكبر من، لازم تبقى اكبر من الانبوت سيجنال فريكوانسي، ويبقى اف لوكال اوسيليتور ناقص اف انبوت هو بيساوي اف اي اف. ماشي؟ طيب بالإضافة إلى كده اف اي اف مش عايزينها تبقى نفس واقعة في الرينج بتاع الاف انبوت ولا واقعة في الرينج بتاع اللوكال اوسيليتور، عشان ما تعديش الفيد ثرو، ان لو حصل فيد ثرو في الميكسر والفريكوانسي بتاعت الانبوت عدت ولو بجزء بسيط، او الفريكوانسي بتاع اللوكال اوسيليتور عمل فيد ثرو وعدى بجزء بسيط من الميكسر، مش عايزينها تيجي في الاي اف، فمحتاجين ان احنا نظبط اف اي اف انها تبقى بره التو رينجز دول. فاتفقوا على الاتي، قال لك ان الاف اي اف لازم تبقى اعلى من الانبوت رينج
واللوكال اوسيليتور يبدا من بعده، واللوكال اوسيليتور يبدا من بعده. مثال لو انا عندي انبوت انترست ان انا ارسمه من 100 كيلو هرتز ل 3 جيجا هرتز، ده الرينج بتاع الانبوت، يبقى اختار اللوكال اوسيليتور ايه والاف اي اف ايه. اول حاجه تعملها تقول الاف اي اف يبقى اعلى من الرينج بتاع الانبوت وتختار فريكوينسي. هنا دوت من 100 كيلو او يعني تقريبا من 0 لحد 3، خليك انت 3.5 مثلا، المهم تبقى اكبر من 3. طيب وال اللوكال اوسيليتور ال VCO بتاعي يسويب من كام لكام؟ اعكس بقى العلاقه اللي بتقول اف لوكال اوسيليتور ناقص اف انبوت بيساوي اف اي اف. اف لوكال اوسيليتور هو المجهول واف اي اف عندي واف انبوت عندي، يبقى اف لوكال اوسيليتور بتساوي ايه؟ اف انبوت زائد اف اي اف. 0 زائد 3.5 جيجا هرتز ب 3.5 جيجا هرتز، 3 جيجا هرتز زائد 3.5 جيجا هرتز 6.5 جيجا هرتز. يبقى اللوكال اوسيليتور ايه؟ لازم يسويب من 3.5 و 100 كيلو، 3.5 جيجا و 100 كيلو لحد ايه؟ 6.5 جيجا. فهمنا العلاقة ديت منين؟ نقولها تاني؟ الناس نامت ولا ايه؟ العلاقة دي بمنتهى البساطة إن الميكسينج أنا هنقي منه الديفرنس، هو بيطلع السم والسم أوف فريكونسيز والديفرنس أوف فريكونسيز، أنا هشتغل على الديفرنس، وبالتالي الديفرنس ده لازم يساوي إف أي إف عشان أقدر أقيسه، يعدي من الفلتر وأقيسه. يبقى إف إنبوت ناقص إف لوكال أوسيليتور أو إف لوكال أوسيليتور ناقص إف إنبوت لازم يساوي اف اي اف. طب انا هاخد انهي؟ اتفقنا ان الانبوت عاده بيبقى من بدايه من قرب الصفر لحد رينج معين، وبالتالي نخلي بقى اللوكال اوسيليتور هو الاعلى، فبقى اف لوكال اوسيليتور الاعلى ناقص اف انبوت الاقل بيساوي اف اي اف. دي جت منين؟ جت ان انا بختار الديفرنس اوتبوت كومبوننت من الميكس. وبعدين اشترط ان الـ FIF لازم يبقى اكبر من الـ input. ده جات منين الـ condition ده؟ جات ان انا عايز الـ frequency اللي حقيسها ما تبقاش في اي احتمال انها يعدي فيها feed through من الـ input او من الـ local oscillator. بنقول الـ input هيعدي منه كومبوننت بسيط قوي في الاوتبوت بتاع الميكسر، وكذلك الانبوت ده اللي هو اللوكال اوسيليتور هيعدي منه كومبوننت بسيط في الاوتبوت بتاع الميكسر، فانا مش عايز اقيسه بالغلط وبالتالي ابعد عنه احسن. يبقى فاختار اف اي اف بره الرينج بتاع الانبوت وبره الرينج بتاع اللوكال اوسيليتور، يبقى حاجه بين الاثنين. فالقاعده ان انا اختارها اكبر من الانبوت، مجرد ما اخترتها اكبر من الانبوت هلاقي ان ايه اوتوماتيكالي القانون الاولاني هيطلع لي الرينج بتاع اللوكال اوسيليتور بادي من فوق. اوكي ده جت التو ريليشنز دول منين؟
تعال نشوف مثال ظريف بقى عشان ايه انت تستوعب اللي قلناه دوت وتستوعب موضوع السويب. الانبوت بتاعي في المثال هنا في الفيجر ده من 0 لحد 10 جيجا، ماشي؟ السبيكترم بتاعه بالشكل ده ايا كان شكله. اللوكال اوسيليتور لازم اعمل له سويب، فانا هنا راسم ايه ثلاث اوضاع، اول سويب وفي نص السويب وفي اخر السويب. لازم هعمل له سويب بحيث احرك الانبوت دوت. طب ازاي؟ احنا اتفقنا ان الـ FIF بيبقى اكبر من الرينج بتاع الانبوت، فاخترت هنا اهو انه يدوب عند 10 وتك 10 وحاجة بسيطة خالص. واللوكال اوسيليتور بادي برضو من 10 وحاجة بسيطة لقد ايه؟ لازم يبقى قد الباند اللي هرسمها ده من 0 ل 10، يبقى ده من 10 ل 20. طيب الميكسينج هيطلع لي ايه الفرق والمجموع، اوكي؟ طيب الفرق هو السايد باند دي، شايف انا عملت ميكسينج، عملت بين الانبوت المثلث البني ده واللوكال اوسيليتور في بدايه الرينج بتاعه اللي هو الخط الاحمر، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الفيد ثرو، اللوكال اوسيليتور عدى منه حته صغيره اهو، والانبوت عدى منه حته صغيره البني اهو، بس في الفرق اللي هو السايد باند دي، وفي المجموع اللي هو السايد باند دي. انا نقيت اني هاخد ال FIF عند الفريكوانسي دي، يبقى هشوف هنا ايه؟ هشوف هنا اول حته من المثلث الاحمر المقلوب ده، يبقى دي اللي تناظر ايه؟ تناظر اصغر فريكوانسي كومبوننت في الانبوت. كل ما زود الفريكوانسي بقى بتاعت اللوكال اوسيليتور زودتها هتحرك ايه؟ هبقى زي الاخضر ده، هتحرك للزياده، هتحرك لليمين. طيب خد مثال ان انا عملت ميكسنج مع اللوكال اوسيليتور الخط الاخضر ده في نص الرينج، الميكسنج هيطلع ايه؟ هيطلع الفرق، ادي السايد باند دي مقلوبه، هيطلع المجموع سايد باند دي، وهيطلع برضو الفيد ثرو بتاع اللوكال اوسيليتور والفيد ثرو بتاع الانبوت. طيب انا هنا ال FIF بعد الانبوت بشويه، يبقى مش هاخد الفيد ثرو ده، وفي نفس الوقت ايه هاخد انهي كومبوننت؟ من هاخد من السايد باند بتاعت الفرق الكومبوننت اللي في النص. يبقى انا ابتديت من صفر، من اصغر كومبوننت في الفريكونسي، كل ما حرك اللوكال اوسيليتور اهو بزياده السايد باند بتتحرك بزياده، فابتدي اخد اصغر كومبوننت بس هي مقلوبه، فببدا باصغر فريكونسي، كل ما ازيد اخد الفريكونسي اللي كومبوننت اللي اعلى، اخد الفريكونسي كومبوننت اللي اعلى لان انا بتحرك بزياده لحد ما اوصل لاخر الرينج بتاعي. اخر الرينج بتاعي مفروض عند 20 جيجا، فبص الاقي ايه برضو نفس الوضع، بقى عندي المجموع هنا والفرق هنا، واعلى كومبوننت في الانبوت اللي هو اللي كان عند 10 جيجا هيبقى هنا عند ال 10 جيجا ويعدي من الاي اف
الفلتر بتاعي وأقيسه. فتخيلنا الميكسينج بيتم إزاي؟ طبعا بين الايه الثلاث خطوات دي في الاف النقط عشان ارسم كل كومبوننت في الانبوت. اللوكال اوسيليتور هو سنجل فريكوانسي، تمام، لا اما في اقل رينج بتاعه عند الاحمر ويتحرك تكه 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 لحد ما يبقى ايه الازرق اعلى رينج بتاعه. نجرب ارسم لي لو لوكال اوسيليتور انا خدته انه من 5 لـ15 هيطلع الشكل ايه، وهل كده هعرف اعدي كومبوننت من الاي اف فلتر بنفس الطريقه ولا لا، الموضوع هيشتغل ولا لا. طيب جرب من 15 لـ25 وارسم برضو واحد في الاول واحد في النص واحد في الاخر وقول لي الدنيا هيبقى شكلها ايه. ده assignment هنزله على LMS وهديك أسبوع تعمله. دكتور معلش ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. هو ليه بتقلب؟ يعني ليه هي كانت ريكتانجل بتقلب يعني الناحية التانية؟ ليه في الفرق؟ قصدك تريانجل يعني؟ سوري تريانجل في الفرق. بقى في الفرق ليه بتقلب؟ بتبقى عند الـ10 مش المفروض تبقى عند النيجاتيف؟ تمام. اللوكال اوسيليتور عند 10 جيجا صح؟ اصغر كومبوننت هنا عند 0 هي بتطلع الفرق والمجموع 10 زائد 0 ب 10 ده المجموع. طب 10 ناقص 0 ب 10 برضه. طيب تاني كومبوننت مثلا بواحد جيجا، لو خدنا واحد جيجا هعمل ميكسينج مع الـ10 جيجا، المجموع هو ايه 1 زائد 10 بـ11 فيبقى في نقطة هنا. طب الفرق عشرة ناقص واحد بكام؟ بـ9 يبقى هلاقي ان الكومبوننت فين؟ عند 9 هنا. يبقى الكومبوننت اللي كان عند 1 جيجا بقى هنا عند 9 صح؟ نتيجة ان انا باخد اللوكال اوسيليتور ناقص الانبوت، فالاشارة ناقص الانبوت دي هي اللي قلبت لي شكل المثلث، لان بقى 10 ناقص الكومبوننت المثلث ده، المثلث يعكس اتجاهه. طيب عشان تصدق اكتر خدي مثلا الكومبوننت اللي احنا خدنا الكومبوننت اللي عند 1 لقيناه هنا في الفرق بقى 9. طب خد الكومبوننت اللي عند 5، 10 ناقص 5 بكام؟ بـ5 يبقى عند 5 برضو هيبقى في النص. طب خدي اعلى كومبوننت وليكن 9 في الانبوت، 10 ناقص 9 بكام؟ بـ1 يبقى هيبقى اقل فريكوانسي طالعه من الميكسر عند 1، عشان كده الكومبوننت اللي عند 9 بقى عند 1 جيجا، انما الكومبوننت اللي عند 1 جيجا بقى عند 9، فاتقلب الشكل بتاع الانبوت في الفريكوانسي لما طلع من الميكسر، نتيجه ان انا باخد الفرق بين اللوكال اوسيليتور ناقص الانبوت. وضحت كده؟ تمام شكرا. اوكي حد عنده سؤال تاني؟
طيب جميل. كده احنا فهمنا الى حد كبير الدنيا تشتغل ازاي. نبتدي نخش في تفاصيل ظريفة شوية. الـ IF filter ده بند باس فلتر انا بستخدمه عشان اقيس الامبليتيود اللي عند نقطة الفريكوانسي دي عشان ارسمه. يعني في الاخر الفلتر ده هو هيعدي مجموعة فريكوانسيز، بس دول في الاخر هيمثلوا ايه؟ نقطة، هيمثلوا نقطة في الرسمة دي. نقطة دي حتة مهم، ان اللي هيعدي في الفلتر مجموعة الفريكوانسيز في الاخر هما يمثلوا نقطة. طيب الفلتر ده المفروض اعمله رفيع ولا تخين؟ المفروض يبقى ارفع حاجة، ارفع ما يمكن، صح؟ عشان يعدي frequency component واحد بس وقيسه. انما لو كان عريض، لو كان الفلتر واسع هيعدي component ده، هيعدي حتة من اللي قبله وحتة من اللي بعده، حتة من اللي على يمينه وحتة اللي على شماله، ما هو فلتر. ولما يعدي حتة من اللي جانبه يمين وشمال، يبقى الامبليتيود اللي هيقيسه هيختل ولا لا؟ هيختلف، تمام؟ فيبقى الباندويث بتاع الـ IF filter ده بنسميه resolution bandwidth، أو اختصاراً RBW. resolution bandwidth بتاع الـ IF filter ده مهم جداً إنه يبقى نارو. ليه؟ عشان أقدر أديتكت نارو فريكوانسي باند وقيس الامبليتيود بتاعها بدقة، وما يبقاش داخل لي undesired component من الفريكوانسيز اللي يميني واللي شمالي، اللي في الاخر هتعتبر نويز. فيبقى هقلل النويز لو قللت الريزوليوشن باندويث. بالإضافة إلى كده في نقطة مهمة جدا، بص على الفيجر اللي تحت ده، ده الانبوت very sharp اهو، معمول من two components الأخضر والأزرق، two components موجودين عندي في الانبوت. لو الريزوليوشن باندويث بتاع الـ IF filter بالشكل ده رفيع اهو، بس ما هوش قد الكومبوننت بتاع الانبوت، بس رفيع حلو، لما هعمل سويب، لما اشغل الجهاز بتاعي واقيس، هرسم ايه؟ هل هيطلع لي الانبوت بالشكل ده؟ لا، ده هيطلع الانبوت بالشكل اللي تحت ده. ليه بقى الكومبوننت عرض كده؟ نتيجه الباندويث بتاع الفلتر، نتيجه الباندويث بتاع الفلتر. ازاي؟ فكر معايا وانت بتعمل سويب. اول ما السويب جاب لك الكومبوننت الازرق ده، لسه مش عند السنتر بتاع الاف اي اف، قبله شوي، بس الفلتر للأسف هيعديه فيطلع لي امبليتيود. جابه قريب شوية بس لسه برضو مش عند السنتر، هل الاوتبوت هيبقى صفر؟ لا، الفلتر هيعديه وهيرسم لي الامبليتيود ده، وعشان كده هيبقى أرفع حاجة أقدر أرسمها هي شكل هي الباندويتس بتاع الايه؟ الـ IF filter. طب لو انا تخنته بقى على ان كل كومبوننت رسمته تخين، وهو في الحقيقة single frequency،
قسمته تخيل وافتكرت ان انا ايه السيجنال بتاعتي فيها components اكتر. فانت لما تشوف كده لازم وانت بقى بتستنتج القياسات بتاعتك بالسبيكترام انلايزر لازم يبقى في بالك هل السيجنال كلين بس الباندويتس بتاع الفلتر هو اللي باين لي، ولا السيجنال فعلا فيها فريكوانسي كومبوننتس كتير. شوف بقى الاظرف، لو تخنت الباندويتس بتاع الفلتر على الاخر كده هاجي ايه، انا بعمل سويب واشوف اللي يعدي من الفلتر. فالتو كومبوننتس دول مع انهم كانوا باينين منفصلين هنا في الفلتر التخين ده مش هعرف افصلهم، لان وانا بعدي ده معدي تمام، ولو انا عايز اعدي ده برضو معدي، لان المسافه اللي بينهم اصغر من الباندويث بتاع الفلتر، فمش هقدر افصل بينهم ويطلع لي الشكل بالطريقه دي، وما اقدرش منه استنتج ان عندي تو كومبوننتس. نتيجه بقى النويز ممكن تبقى موجوده كمان على الرسمه بتاعتي، ما اقدرش استنتج ان في عندي تو كومبوننتس. ففهمنا ايه مشاكل ان انا تخن الباندويتس بتاع الاي اف فلتر. الريزوليوشن بتاعت الحاجه اللي بشوفها هتبقى وحشه، النويز فلور هيبقى وحش، هنتكلم عن نويز فلورز اكتر قدام، بس يعني نتيجه ان الفلتر تخن فبقى بيعدي كومبوننتس اكتر، وبالتالي بقى عندي نويز. وفي نفس الوقت ما اقدرش اشوف كلوز فريكوانسي كومبوننتس في السيجنال بتاعتي. طيب واحد يقول لي خلاص ما حلو قوي، صغر الباندويتس بتاع الفلتر ده على قد ما تقدر. انا اقول لك في مشكله واحده لو صغرت الباندويتس على قد ما تقدر، هي ايه؟ حد يقدر يستنتج كده؟ انا لو صغرت الفلتر دوت هاخد وقت اكبر عشان هعدي نقط اكتر. ماشي، بمعنى ايه؟ انا عندي السيجنال الرينج بتاعها 1 جيجا، من 0 لـ1 جيجا. طيب لو الفلتر بتاعي الباندويث بتاعه 1 ميجا، يبقى بديهي اخد كام نقطة وانا بعمل سويب؟ 1 ميجا 1 ميجا 1 ميجا 1 ميجا، الواحد جيجا فيه كام 1 ميجا؟ 1000، يبقى اخد 1000 نقطة كفاية، مش محتاج اخد نقط في النص. طيب لو الباندويتس 5 ميجا بدل 1 ميجا، هل بديه ان انا اخد نقطة عند 1 ميجا ونقطة عند 2 ميجا ونقطة عند 3 ميجا اذا كان الباندويتس اصلا 5 ميجا؟ فبقى هقلل النقط، صح؟ يبقى اقسم الالف اللي هي 1 جيجا على 5 ميجا، يطلع لي ايه؟ 200 نقطة بس. يبقى لما رفع هاخد نقط اكتر عشان ارسم الرينج، لو اتخنت الباندويتس هاخد نقط اقل عشان ارسم الرينج. طب ايه نقط اكتر ونقط اقل تفرق معايا في ايه؟ تفرق معايا في الزمن اللي بقيس فيه، صح؟ شحن السويب يعدي على نقطة واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها، كل ما النقط قلت كل ما قدرت اسويب اسرع،
كل ما رسمت أسرع. لو النقط زادت هقعد كل نقطة هعمل قياس، صح؟ وبالتالي هاخد وقت أطول عشان أرسم الباند أو الرينج بالكامل اللي أنا عايز أشوفه. هتقولوا ماله؟ طيب ما أخد وقت أطول، وهو ده فعلاً اللي بيحصل. نحن بنقلل الـ RBW على قد ما نقدر ونستحمل إنه ياخد وقت أطول عشان يرسم لي السبيكترم بتاعي. طيب العلاقة بين السويب تايم والـ RBW ما هياش 1 over x، للأسف هي 1 over x square، هي بتساوي تقريبا دي empirical equation كده الناس حطتها بناء على الـ observation، 3 في دلتا F اللي هو الرينج على الـ RBW square. دلتا F هو الفريكوانسي رينج اللي أنا عايز أرسمه، RBW هي الريزوليوشن بندويث بتاع الـ IF فلتر. طب جت منين السكوير؟ أول حاجة عدد النقط هو دلتا F على RBW، تمام؟ عدد النقط هو دلتا F على RBW، فدي جزء من المعادلة. طب 3 على RBW التانية جت منين؟ دي جت نتيجة إن الزمن اللي هياخده الفلتر عشان يطلع الأوتبوت صح، يتغير الأوتبوت بتاعه inversely proportional للباندويتس بتاع الفلتر. يعني لو أنت عامل باند باس فلتر واسع الأوتبوت بتاعه هيتغير سريع، لو رفعت الباند باس فلتر الاوتبوت بتاعه هيتغير ابطا. اوكي، فده اللي مخلي ان السويب تايم بقى عدد النقط زادت زائد الزمن بتاع كل نقطه زاد برضو، علاقته 3 على RBW. اوكي طيب جميلة، فتخيل بقى يفرق معاك في الزمن قد كده 1 over x square. طيب وعشان كده احيانا بنبقى مضطرين، عايز لو انت عايز تشوف السبيكترم بسرعة انك تتخن الـ RBW شوية، وبعدين بقى عشان تطمئن، بعد ما تطمئن ان الشكل هو المظبوط وعشان تاخد قياسات تبتدي ايه تقلل RBW وتبدا تسيبه بقى يعيش حياته ويرسم وبعدين تقيس. نيجي لنقطه اخيره وهي ايه موضوع النويز فلور. دايما بتلاقي السبيكترم انالايزر يرسم لك السيجنال بالشكل ده، حبه نويز كده ما بينزلش على عمره للصفر، حبه نويز كده وبعدين السيجنال، حبه نويز كده وبعدين السيجنال، تمام؟ لو نظيفه قوي هيبقى حبه نويز كده وبعدين السيجنال. الليفل بتاعه النويز دي بنسميها النويز فلور. يعني النويز فلور هنا اروح على الواي اكسس واقيس، اقرا الرقم ده هو ده النويز فلور. هنا اروح عند الواي اكسس عند النقطه دي واقول ده النويز فلور. هنا اروح اخد النص تقريبا كده واشوف الواي اكسس النقطه دي كام واقول هو ده النويز فلور. لقوا ان نفس السيجنال بنفس النويز الموجوده في السيجنال لو دخنت الـ RBW النويز فلور يعلى. بص هي نفس السيجنال وبنفس النويز، الـ RBW
ب 10 كيلو لقيته نضيف كده، لو خليته 100 كيلو النويز عليت. طب ده مش منطقي، النويز ما اتغيرتش، ازاي لما اغير الباندويتس بتاع الاي اف فلتر اشوف النويز عليت؟ قال لك الكلام دوت له تفسير. التفسير بتاعه عبارة عن ايه؟ احنا زي ما قلنا الفلتر بيطلع لي امبليتيود بعبر عنه بنقطة واحدة. طب ده الفلتر تخين، تمام؟ فهيعدي باور او هيعدي امبليتيود يتناسب مع كل اللي عدى في البند من الباند ويدث بتاعه، صح؟ فلما يبقى الفلتر رفيع هيعدي نويز رفيع، لما الفلتر تخين هيعدي نويز كتير، نويز باور كتير. هتيجي انا بقيس ازاي بانفلوب ديتكتور هيكامل او يعني هيجمع النويز باور دي ويحطها في نقطة واحدة. طيب ما النويز باور تعتمد على الباندويتس، ليه؟ الترو نويز فلور بيعبر عنه بايه؟ وات بير هرتز. تمام، ده اللي بيخش الفلتر. طب الفلتر بيعدي ايه؟ بيعدي باند ويدث بتاعه نويز، واللي بره ما بيعديش النويز، فيبقى النويز باور اللي عدت هي عباره عن ايه؟ النويز فلور الحقيقي اللي هو وات بير هرتز مضروب في الباند ويدث اللي بالهرتز، فيديني باور بالوات او بالدي بي دي بي دبليو. تمام، ده هي كده كمية النويز اللي عدت من الفلتر. أنا باخدها أعبر بيها بنقطة هي اللي بتترسم وبقراها إن هي النويز فلور، فيبقى هي ده الديسبلاي نويز فلور. هو اكشولي ما هوش نويز فلور بمعنى ان باور بير هرتز، لا ده هو مجموع النويز اللي عدت في الفلتر كباور، بس انا اللي برسمه غلط وبحطه ان هو ايه؟ فلور. يبقى ديسبلاي نويز فلور في السويب سبيكترم انلايزر هو عباره عن ترو نويز فلور بس مضروب في الار بي دبليو، فكل ما وسع ار بي دبليو كل ما اكوموليت نويز اكبر وبرسمها في النقطه فيطلع الديسبلاي نويز اعلى. يبقى لما انت تتفرج على الرسم على السبيكترم انلايزر اوعى تفتكر ان النويز دي حقيقيه، اوعى تفتكر ان النويز دي حقيقيه، لا انت يهمك اكتر انك تشوف الايه الكومبوننتس بتاعتك، وتقدر من النويز فلور ده تحسب النويز الحقيقيه، انك تقسم الديسبلاي نويز فلور على الار بي دبليو يديك الايه الترو نويز فلور. جميل، حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب نيجي لآخر جزء في الدايرة وهو ال envelope detection. لو مش فاكر الدايره بحالها، دي الدايره بالكامل بعد الاي اف فلتر في
حاجه اسمها لوج امبليفاير وانفلوب ديتكتور وفيديو فلتر. ايه دول بقى بيعملوا ايه؟ اللوج امبليفاير فايدته ان انا عشان ارسم الامبليتيود بتاعي على لوج سكيل، فمحتاج لوج امبليفاير عشان يطلع لي الامبليتيود باللوج. فده واحد. طب الانفلوب ديتكتور هو عباره عن ايه؟ عباره عن ديود، ديود ومقاومه، هو ده الانفلوب ديتكتور. السيجنال اللي معديه من الاي اف هو هيقيس الامبليتيود بتاعها. طبعا السيجنال اللي معديه من الاي اف ما هياش كونستانت امبليتيود، ممكن الامبليتيود بتاع الكومبوننت ده يبقى فعلا في السيجنال عمال يتغير مع التايم، او ممكن النويز تخليه بيتغير مع التايم. فهو الانفلوب بقى ديتكتور هي ايه؟ هتلاقي ما هواش ثابت، الاوتبوت بتاعه ما هواش ثابت، لا هو برضو بيتغير مع التايم. تغيره مع التايم ده نتيجه ايه؟ نتيجه النويز ونتيجه الفاريشن في الامبليتيود بتاع الفريكوانسي كومبوننت ده. مين فيهم حقيقه ومين فيهم نويز؟ مين فيهم فاريشن حقيقيه ومين فيهم نويز؟ ما تقدرش تعرف، هما في الاخر انت عندك الفاريشن دي. فحط لك بعد كده فلتر عشان تحاول ان انت تشيل النويز ويتبقى لك الفاريشن الحقيقي. بس دي بترجع بقى لخبره الراجل اللي بيستخدم الجهاز انه يظبط الباندويتس بتاع الفلتر دوت، هو لو باس فلتر، بحيث ان الفاريشنز البطيئه اللي هي هتبقى اكيد من السيجنال تعدي، والفاريشنز السريعه دي نقدر نعتبرها انها نويز وايه ونطير. عشان تشوف تأثير الفلتر دوت اللي اسمه فيديو فلتر، بص على الفيديو باندويتس. لو قللت الفيديو باندويتس ممكن يبقى السيجنال عندك بالشكل ده نتيجة النويز. الفيديو باندويتس لو ظبطته يطير الفاريشنز السريعة، يبتدي يبان لك ايه؟ مفيش فاريشنز سريعة خالص، يبتدي السويب اللي هترسمه كل نقطة تبقى إلى حد كبير ثابتة مع الزمن، وبالتالي الشكل يبقى رفيع كده، خط رفيع واضح. فهو ناس برضو بتسميه سموثينج فلتر، إنه بينعم الإيه أو بيحسن الشكل بتاع الرسمة بتاعتي. اختاره ازاي؟ ناس حطت كده rule of thumb، يعني حاجة رف كده، انه لو يبقى 1/100 من الريزوليوشن باندويتس، يبقى تاخد الفيديو باندويتس للريزوليوشن باندويتس ريشيو وتشوف هي 1/100، يبقى انت كده فلترت النويز الجامد. اقل من كده يبقى انت ايه ممكن تسيب شويه ايه نويز. طيب خلي بالك لو الفيديو باندويتس بتاعك ده خليته قليل خالص بقى، بالإضافة إلى أنه ممكن يطير variations بتاعت الكومبوننت مع التايم، أنه هياخد وقت أطول. إحنا قلنا لما الباندويتس بتاع الفلتر يضيق بياخد وقت أطول عشان يتغير. أنت الفيديو فلتر ده برضو بقيس نقطة وبعدين أقيس النقطة اللي جنبها وبعدين أقيس النقطة اللي جنبها،
فممكن النقطة اللي جنبها تبقى مختلفة، فلازم أستنى وقت أطول عشان أرسم النقطة بتاعتي. ففي هذه الحالة لو الفيديو باندويدز بتاعي قليل قوي هيبتدي هو اللي يأثر لي في معادلة السويب تايم، يبقى 3 دلتا اف على ار بي دبليو في في بي دبليو. يبطئ لي الرسمة أكتر. أنا متهيأليش هتشوفوا السبيكترم أنالايزر في المعمل في تالتة، بس إن شاء الله هتشوفوه في رابعة. السويب سبيكترم أنالايزر ده موجود في معمل رابعة في الكوميونيكيشن، وهتشوفوا بقى إيه تأثيرات اللي إحنا بنتكلم فيها دي وإنت بتقيس. حد عنده سؤال لحد هنا؟ جميل. ده شكل تيبيكال لسويفت سبيكترم انلايزر. طبعا ما بيقدرش يجيب كومبوننت اللي عند الدي سي. ماشي، هنا واضح من السيجنال ان عندي 3 فريكوانسي كومبوننتس، وده نويز فلور اهو. فالنويز فلور تقدر تقول ان هو ناقص 90 دي بي بالنسبة. طبعا السكيل دوت لوج، فبنقول دي بي. طيب احنا نعرف منين الباور؟ وده نقطة مهمة. وانت بتقيس انت بتبقى انت عايز دي بي ام صح؟ الباور بتاعتك مش دي بي، دي بي ام او دي بي دبليو، سواء وات او ملي وات. وبالتالي انت بتبقى عارف الباور بتاعة الكومبوننت الكبيرة، ومنها انت بتشوف النويز فلور دوت اقل بقد ايه. طيب هنا هو بيقيس لك بالكرسر، تقدر ان انت الكرسر دوت تتحرك وبيكتب لك هنا الريدنج بتاعتك، الفريكوانسي كذا والباور كذا. فهنا عند الكرسر 1 الماركر 1 اهو كاتب لك 14 ميجا وناقص 50 دي بي ام. بالإضافة إلى كده بيكتب لك معلومات ظريفة على الشاشة عشان لما تيجي تطبعها أو لما تيجي تاخد صورة. الستارت إيه، الستوب بتاعي إيه، هو كده بيرسم من 100 كيلو لحد 30 ميجا. الريزوليوشن باندويتس كام، الفيديو باندويتس كام، السويب تايم كام عشان الوقت اللي خده عشان يرسم الرسمة دي، ومكون من كام نقطة. المعلومات دي بيحطها لك عشان تبقى متخيل تأثير الحاجات دي على الرسمة اللي قدامك. ظهر بعد كده، احنا قلنا السويب ده تكنولوجي قديمة، حاليا في الـ FFT Spectrum Analyzer. الـ FFT Spectrum Analyzer ده الفكرة بمنتهى البساطة انه يعمل فوريير ترانسفورم. طيب الدي اس بي محتاج انه يبقى الانبوت بتاعي ديجيتال، تمام؟ مش بس ديجيتال، ديجيتال وديسكريت في التايم، يعني ديسكريت في الامبليتيود وديسكريت في التايم، يعني في سامبلز باخدها في التايم
والامبليتيود بحوله لديجيتال نمبر بريزوليوشن معينة. يبقى في ديجيتايزيشن في الامبليتيود وسامبلينج في التايم بحيث ان يبقى ديسكريت امبليتيود وديسكريت تايم. واقدر استخدم ال FFT اللي هو تطوير على الديسكريت فورير ترانسفورم ان انا اجيب الفريكوانسي سبيكترام بتاعي. نفس الانبوت كونديشننج بنعمله، بس هنا مش عشان نحمي الميكسر، هنا عشان نبقى في الكونفرجن رينج بتاع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. عارفين الانالوج تو ديجيتال كونفرتر له انبوت رينج مرتبط بفي ريف بتاعه، تمام؟ فما ينفعش الانبوت يبقى اكبر من الرينج بتاع الاي دي سي، والا الاي دي سي مش هيطلع، هيطلع الماكسيمم ويقف. بعد الاي دي سي، الاي دي سي جوه بيلت ان كده في سامبلينج كمان، فاللي هيطلع من الاي دي سي ديجيتال نمبر وعند ديسكريت تايمز بيحددها ايه كلوك بتاعت الاي دي سي. طيب اخدها اعمل لها اف اف تي، وبعدين اخدها اعمل لها بروسيسنج عشان ارسمها مع الفريكوينسي. فكرة بسيطة وليها مزايا كتير. ايه مزايا ان انا انفذ الفكرة دي؟ اول حاجة faster capture time. انا محتاج بس اسامبل الانبوت بتاعي خلال فترة معينة من الزمن اللي تمكنني ان انا احسب الـ FFT. الزمن ده اسرع بكتير ان انا اقعد عند نقطة نقطة اقيس وتعدي من الفلتر واستنى الفلتر يستجيب، وبعدين تعدي من الانفلوب ديتكتور والفيديو باندويد والفيديو فلتر والفلتر بيستجيب. دي اسرع بكتير. طيب اهم من كده ان بتاخد الانبوت لقطة واحدة في الزمن، تمام؟ يعني بتاخد الانبوت في الزمن مرة واحدة وبعدين تحسب الـ FFT. فده بيمكنها ان هي تلقط الترانزينت اللي ممكن تحصل في الانبوت بتاعي، ونتيجة السويب انه ما كانش بيقيس عند الفريكوانسي كومبوننت ده ما قاساش، صح؟ دي نقطة. يعني خلينا نقولها بالعكس بقى، السويب سبيكترم انالايزر عنده عيب خطير انه بيقيس نقطة نقطة وبيتحرك ببطء. فلو حصل وانت بتقيس في كومبوننت ان كومبوننت تاني باظ لحظيا، هيرسمه؟ لا، هو ما بيرسمش غير النقطة اللي بيقيسها. لو خلال الفترة اللي هو بيقيس نقطة كومبوننتس التانية باظت، حصل لها مشكلة كده، نويز، السيجنال ذات نفسها فيها الدايرة بتطلع حاجة غلط، هو مش هيشوفها. دي بتبقى اسمها ترانزينت، حاجة ايه حصلت في وقت واختفت، هو مش هيقدر يشوفها السويب سبيكترم انالايزر. انما الـ FFT سبيكترم انالايزر هيقدر يشوفها. ليه؟ لانه بيسامبل الانبوت في التايم مرة واحدة وبعدين يحسب عليه الايه الـ FFT. زي الترانزينتس، الشورت ليفد كومبوننتس، يعني كومبوننت بيطلع فترة معينة ويختفي، ممكن تصادف في السويب ان انا ما اشوفوش، انما هنا هشوف. non-repetitive events، لو السيجنال عمالة بتتغير بشكل
ما بيكررش يعني الويف فورم، وليكن احنا بنتكلم على 3G ولا 4G، تلاقي شكل الفريم والفريم طلع في الوقت دوت كومبوننتس معينة، وبعدها في جزء تاني من الفريم الكومبوننتس دي بتبقاش موجودة، مش هقدر اشوفها غير بالايه، بالاف اف تي سبيكتروم انلايزر. فدي تاني ميزة مهم. ثالث ميزة، وهي ميزة برضو مش هينة، انه بيقدر يحسب الفيز. هناك انا بقيس امبليتيود فقط، هنا لما بيحسب الاف اف تي بيطلع ماجنتيود وفيز، يبقى اقدر ارسم كمان ماجنتيود وفيز واعرف علاقة الفيز بتاع different components ببعض. بما ان دوت فيه digital processing ممكن يبقى فيه digital storage وخزن كمان الويف فورم بتاعتي. هناك كان pure analog وما فيهوش، يعني الفيرجنز القديمة ما فيهاش امكانية ان انت تسجل الويف فورم بتاعتك. هل في عيوب بقى للـ FFT Spectrum Analyzer؟ العيوب كلها نتيجة إن كل الـ effort مبني على الـ ADC والـ DSP. طيب الـ DSP ممكن أشتغل بالـ speeds بتاعت الـ processors، أحط بروسيسور سريع، بروسيسور كبير يعمل إيه؟ calculations بسرعة. إنما البوتل نيك في الحقيقة هو الـ ADC. الـ ADC بيبقى يدينا frequency limitation نتيجة إنه ممكن ياخد وقت عشان يعمل الـ conversion. الـ dynamic range بتاعه محدود، بمعنى إيه؟ بمعنى الفرق بين الـ maximum input والـ minimum input هو الـ dynamic range. المينيمم انبوت اللي هو الريزوليوشن بتاعه الاي ال اي دي سي، والماكسيمم هو هي في ار اف، في ريفرنس، في ريفرنس. ف كل ما تزود البيتس كل ما الدايناميك رينج يتحسن، بس برضو مش اللي هو الحاجه اللي ضخمه قوي. وطبعا كل ما تزود البيتس كل ما الفريكوانسي كونفرجن تايم هيزيد، وبالتالي يبقى عندك frequency limitation أكتر. ففي trade off، تحسن dynamic range هتبوظ ال frequency السرعة بتاعتك، وبالتالي frequency اللي انت تقدر تقيسها. هتحسن في الزمن عشان تاخد frequency أعلى، هتقلل في dynamic range. بالإضافة إلى كده إن الـ ADC وكمان الـ DSP بتاع الـ FFT أغلى بكتير من الـ components اللي بستخدمها في الـ sweep. فالجهاز ده بتلاقيه أغلى شويتين من الـ sweep spectrum analyzer. أغلى حاجة في الـ sweep spectrum analyzer هو الـ VCO والـ mixer. هنا في الـ A الـ ADC والـ DSP. طيب. الحقيقة بقى إن حالياً بقى فيه الـ Sweep Spectrum Analyzer اتطور، وبقى بيدخل الـ ADC في كمان في الموضوع بعد الـ IF Filter. يعني الجزء بتاع الـ envelope detection ده شال وبقى ADC، وكمان الجزء بتاع الـ IF filter اتشال وبقى all digital IF. ده حسن الشكل بتاعه وحسن السرعة بتاعته، وبقى كمان بيمكن وجود انه بقى قلب الدنيا ديجيتال،
فبقى يقدر يعمل ديجيتال سيجنال بروسيسنج، ويقدر يعمل قياسات ظريفة على الجهاز بتاعي ما كنتش اقدر اعملها قبل كده. فدي اول تطور، مهياش السويب القديم ده، اتطور وبقى جزء ممكن من اول الاي اف فلتر بقى ديجيتال، يعني من بعد الميكسر على طول بقى ديجيتال، وده حسن الدنيا شويتين. بالاضافة الى كده بقى فيه هايبريد، بقى فيه هايبريد ديزاين بيمزج بين السويب والاف اف تي، بحيث انه يقدر يعمل اف اف تي ويسويب ويعمل اف اف تي ويسويب ويعمل اف اف تي، يغطي رينج اكبر. طيب فده الوضع حاليا في السوق. الاجهزه الحديثه بتمكنك ان انت تستخدم السبيكترم انلايزر، بيبقى فيها بيلت ان فانكشنز ظريفه زي ايه، تريس زوم، تقدر تزوم نتيجه الدي اس بي، تقدر تزوم على حته لو انت عايز حته معينه في السبيكترم عايز تشوفها بصوره ادق تعمل عليها زوم، يرسم لك السبيكتروجرام على الشاشه. قلنا السبيكتروجرام ده ايه، بيبقى الامبليتود كالر ماب والاكس اكسس تايم والواي اكسس فريكوانسي، فبيوريك تغير السبيكترم مع التايم. يقدر كل سيمبل ميجرمنتس تدوسها، تدوس على زرار يطلعها لك. الكومبلكس ميجرمنت زي الباندويدث، الشانل باور، الادجيشن شانل باور، النويز فيجر، الفيز نويز، هارمونيك ديستورشن، يقدر يقيسها لك ببيلت ان كالكوليشنز في الجهاز بدل ما انت تقعد تقيس وتحسبها. ده الأظرف من كده إن بقى أنت عشان مثلاً بتقيس دائرة بتاعت GSM receiver، الستاندرد بيقول إن لازم تلاقي قياسات معينة. أنت بدل ما تعمل أنت كل الكالكوليشنز اللي الستاندرد بيقولها عشان تتأكد إن جهاز فعلا هيشتغل مظبوط ولا لا، شركات الأجهزة بتاعت القياسات بقت فيها تيمز بتبيلد، بتفهم الستاندرد ده وتبيلد هي الميجرمنت، بحيث انت بتدوس على مجموعة ميجرمنتس متبرمجة جواها وهي تقول لك الحاجة اللي انت بتقيسها بتكمبلاي مع الستاندرد الفلاني ولا لا، ويبيع لك اصلا المجموعة الميجرمنت دي بمبلغ ممكن يبقى اكبر من ثمن الجهاز. فممكن يبقى فيه بيلت ان ميجرمنت للجي اس ام ستاندرد، فلو انت شركه بتعمل جي اس ام ترانسميتر او ريسيفر تشتري منهم الكلام دوت عشان تتاكد ان اللي انت بتعمله ده شغال مظبوط ولا لا، بلوتوث كذلك، واي فاي كذلك. طبعا يقدر يحط لك ليميت لاينز، ولو طلع لو يعني انت تحط ليميت لاينز وهو اوتوماتيكالي لو السيجنال بتاعتك عدت في الخط الفلاني او عدت مارجن فلاني يديك باس او في الانديكيتور، مش محتاج انت اللي تقعد تقيس، هو اوتوماتيكالي يقول لك ايه، لا ده السيجنال كده عاليه، لا السيجنال كده واطيه، السيجنال خرجت بره الباندويتس اللي انت متوقعه، وهكذا. طبعا اساس انه تقدر تخزن البيانات وتوديها للكمبيوتر وتعمل عليها فيرزر بروسيسنج. بالاضافه الى كده انت تقدر اصلا تعمل القياسات ريموتلي، في الشركات الكبيره اللي بتتعامل مع كميه كبيرة قوي من القياسات، مش المهندس اللي بيخش يمسك الأجهزة بإيده، لا ده هو بيحط بروجرام يبرمج الجهاز يقيس إيه وبعدين إيه وبعدين وبعدين إيه، وهو قاعد في المكتب الجهاز بيقيس والبيانات بتجيله. ففي
ستاندردز مخصوصة للريموت كنترول للأجهزة القياس، أقدمهم هو الجي بي آي بي، وحاليا بقى كمان اليو اس بي والإيثرنت بقوا تقدر ان انت توصل الجهاز باليو اس بي او بالإيثرنت وتأكسس الجهاز وتكنترول القياسات اللي بيعملها. هل في اي سؤال؟ حد مش فاهم اي حاجة اعيدها؟ زي ما قلنا دي حبة references اللي مبني منها المحاضرة، وفي نفس الوقت طبعا هي فيها حاجات اكتر بكتير، فياريت نوسع مداركنا شوية ونروح نتفرج على الريفرنسز ديت عشان نشوف الإمكانيات المختلفة للأجهزة. طيب بسأل تاني، حد مش فاهم أي حاجة أعيدها؟ عظيم. زي ما قلنا خلال اليومين الجايين هحط لك نتيجة الميدترم والموديل أنسر عشان تعرف انت غلطت في ايه، وفي assignment طلبته هحطه على LMS قدامك أسبوع تخلصه، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هيبقى في بعدها كويز برضه هعمل announcement. الكويز داخل في ايه؟ داخل في اللي فات، وجزء بسيط على المحاضرة الجديدة دي. ايه الهدف ان انا بعمل كويز؟ عايز اعمل 3 كويز ان احنا ناخد احسن 2، عشان الناس اللي عكت في الكويز الاولاني تقدر انها تحسن. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وشكرا جزيلا وبالتوفيق.